السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بأهل الإسلام والإيمان، أبشروا فقد كتب ربكم على نفسه الرحمة. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والله تبارك وتعالى في هذه الآيات المحكمات يؤكد على أعظم مسألة من مسائل الدين وهي التوحيد. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، فالله لا إله إلا هو، لا ندعو إلها غيره تبارك وتعالى ولا نعبد غيره، لا إله إلا هو وهو العزيز الحكيم. وبهذا جاء محمد صلوات الله وسلامه عليه من عند ربه بالإسلام، وبهذا جاءت جميع الرسل إلى أقوامهم بكلمة التوحيد أنه لا إله إلا الله. ثم قرن الله تبارك وتعالى بأعظم مسألة وهي مسألة التوحيد، الإحسان إلى الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهي معطوفة أي قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أنه عليك أيها المسلم أن تحسن إلى والديك. وفي هذه الآيات يجمع الله تبارك وتعالى على المسلم وجوب الإحسان إلى والديه بالقول والفعل والنية، فالإحسان اسم جامع لكل هذا ولما ظهر وما بطن من شعور الإنسان نحو والديه، وهو شعور فطري فطر الله تبارك وتعالى عليه الخلق. الإنسان والحيوان مفطور على حب والديه، ولكن الولد قد يجفو وقد تلهيه الدنيا وقد تشغله زخارفها فينسى فضل وحق والديه عليه، ولهذا ذكره الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لماذا خص الكبر؟ لأن الوالدين حال كبرهما أحوج ما يكون إلى إحسان أولادهم، فالوالد والوالدة في حال الشباب وفي حال القوة في غنى بالغالب عن خدمة ورعاية أبنائهم، ولكن عندما يكبرون وتقل مواردهم وتضعف قوتهم يكونون أحوج ما يكون إلى إحسان أبنائهم، ولهذا خص الله تبارك وتعالى الكبر بالأمر بالإحسان إلى الوالدين عنده. وهذا من باب التوكيد ومن باب الأهمية على الإحسان حال الكبر، وإلا فالإحسان مأمور به على جميع الأحوال من الأصل الذي قاله الله تبارك وتعالى: بالوالدين إحسانا، عموم في جميع الأحوال وفي جميع الأعمار. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال العلماء: لو كان في اللغة أقل من الأف لنهى الله تبارك وتعالى عنه.
وهو التأفف والتذمر. يأمرك والدك أو والدتك بأمر فتفعل، أمرين فتستثقل، الثالثة أف. هذه الأف نهى الله تبارك وتعالى، ممنوع تقول لوالديك أف، بل سمعا وطاعة، حاضر على أمرك كما تحب، أنا طوع أمرك يا والدي وطوع أمرك يا والدتي. ولا تنهرهما، أنت منهي عن الأدنى، نهاك الله تبارك وتعالى عن الأدنى ليشمل كل ما فوقه من سيء القول، ومنه أن تنتهرهما لا قدر الله. وللأسف هذا ما يشيع في زماننا كما تنبأ به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة ربتها، يعني نجد الابن أو الابن يعامل والديه كأنه هو الوالد وهما الأولاد. للأسف هذا واقع، هذا نشاهده للأسف، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي تحققت. مع الأسف الشديد أن تجد إنسانا أو إنسانة من المسلمين ينتهر والديه كما ينتهر الوالد ولده. ولا تنهرهما، ثم قال قل لهما قولا كريما. لماذا عطف بالقول الكريم؟ حتى لا يفهم أنك مأمور فقط أن تكف أذاك من القول السيء لوالديك، بل عليك أن تقول لهما قولا كريما. إذن هنا تكلم الله تبارك وتعالى عن القول الكريم، ونهاك عن الأف والتذمر، ونهاك عن سيء القول وعن الانتهار. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليشمل الأفعال، حتى لا يفهم الإنسان أنه أنا مأمور بحسن القول وأن لا أسيء لهما القول، لكن الفعل لا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، في أفعالك تكون تعاملهما. إيش يعني ذل من الرحمة؟ يعني تذل لهما من رحمتك وإشفاقك وحبك لهما، مش ذل العبد لسيده ولا ذل الإنسان لخالقه، بل ذل الابن الرحيم بوالده ووالدته. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مأمور أن تدعو لوالديك في حياتهما وبعد وفاتهما. دلك الله سبحانه وتعالى كذلك على الإحسان بعد رحيل الوالدين. ثم شمل النية، فقال سبحانه وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم. بعض الناس يحسن للوالدين لأنه يريد مصلحة، ميراث، وصية، تجارة، يريد شيء معين، أو ينافق، يرائي، والله شوفوني أنا بار. لا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فلا تخف أيها الإنسان، إن أحسنت نيتك سيعلم الله بها ويثيبك، وإن أسأت فسيعلم الله نيتك السيئة وسيعاقبك ويجازيك بحسب ما تستحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وأن يرضى عنا وعنكم، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.